جرى ايه؟ احنا هنوسخ ولا ايه؟ في يا عليا، ايه اللي حصل لك؟ وحياة امك؟ ايه ده؟ احنا في شركة محترمة على فكرة. شوفي يا حلوة، اللي زيك ما ياخدش في ايدي غلوة. انا لفك ولف الف زيك واخليكي ما تعرفيش اولك من اخرك. والطعم اللي انت بترميه يا كوكو انت اللي هتاكليه. فاهمة؟ يا بنتي انت ايه اللي مضايقك؟ هما ماسكين عليك حاجات، انت ماسكه عليهم حاجات اكتر منهم كمان. يا بنتي الورق اللي معانا ده قضيه تزوير. انا كان نفسي افضحها واسجنها، بس انا لو عملت مع البنت دي كده مش هتسكت. اقول لك على حاجه، ادي الورق اللي معانا ده الوسيم. اه، عشان هي تروح نشر صور على الانترنت تبقى فضحتي انا بجلاجل. ساعتها هنعمل قضيه ان هما استغلوكي، وخصوصا يعني في الصور اللي انت كنت فيها مالتي ديت كنتش في وعيك يعني. انت بتشتغلني ولا ايه يا ايهاب؟ مخك راح لفين بالظبط؟ ولا انت ناوي تخلص مني؟ اخلص منك؟ ده انا حاسس ان انت الانسانه الوحيده اللي فاهماني، وخصوصا لما شفت الصور ديت يعني مفيش اي حاجه في مشاعري اتغيرت. كمان انا بحبك كمان. طب ايهاب انت ناوي تعمل ايه بجد؟ انا زهقت، انا عايز الحكايه دي تخلص بسرعه. ما تستعجليش، انت فاكره شغلانه النصاب دي سهله يعني كده؟ شغلانه محتاجه مجهود جامد قوي. ده انا بتعب تعب يا كاميليا، بعمل مجهود جبار او حياتي الجبار. بقعد احدد انا هشتغل على مين وايه درجه ذكائه وهيقتنع بكلامي ولا لا. والاهم بقى من ده كله الدخله. الدخله مهمه قوي يا كمان. بقول لك ايه، ما تيجي نسافر ونسيب مصر بقى؟ انا بجد زهقت خلاص ومش قادره اكمل في الحكايه دي. ومين سمعك؟ ده انا اتخنقت اكتر منك. ده حتى الواحد بينصب هنا يعني في مليون ولا 2 مليون، الناس الاقتصاد مبهدلها يا شيخه. عارفه انا اعرف موظف في اوروبا نصب على البنك اللي بيشتغل فيه في مليار دولار. مليار دولار يا كاميليا، وانا مسكين شغال العمر ده كله واطلع ب 150 مليون بس. حاجه يعني تعر. تصدق ان انت صعبت عليا؟ انا صعبان عليا نفسي اكتر. اشرب يا كاميليا، اشرب يا حبيبتي. اتفضل. ايه ده؟ ده تقريبا مواعيد بتاعت النهارده. وانت صحيح ما جيتيش امبارح ليه؟ كنت تعبانة جدا، أنا آسفة إني ما اتصلتش. طب اقعدي يا علي. أنت في حاجة مضايقاكي؟ لا خالص. طيب قولي لي صحيح، هو حسني اختفى مرة واحدة ليه كده؟ ما بقاش يجي زي الأول يعني. ما تشغلش بالك، هو كده فجأة هتلاقيه هبط عليك من السما. اه. طيب هو أنا ممكن أعزمك على الغدا النهاردة؟ عايز أدردش معاكي شوية يعني. في إيه؟ بتبصي لي كده ليه؟ عندك مواعيد؟ لا بس ما عنديش حاجة. لا. خلاص، يبقى انا مش هقبل اي عذر. اتفقنا؟ والله العظيم ما بنام الليل من كتر احساسي بالذنب. اصل انا عندي ضمير وقلبي مليان بالخير. ضمير؟ في ايه؟ عاليه فين؟ انت مش مكسوف من نفسك؟ اتكسف؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الراجل يتكسف يبقى راجل اكسكيوز مي. هو انت معتقد بعد اللي حصل ما بيننا ده انا ممكن اقف واتكلم معاك؟ في ايه يا بنت الحلال؟ في ايه؟ مالك قلبك اسود كده ليه؟ انا عملت ايه يعني يا كماليا؟ وبتقالك ان انا كنت اقصر اصورك؟ على فكره بقى الشقه فيها عفاريت. اه والله، بس في مخرج سينما اتقتل عندي في الشقه، فبالليل بقى عفاريته تطلع يقعد يبدع بقى وياخد كادرات وكده. طب تعالي تاني كده وانا اعرفك ان مش انا. هو انت اتجننت؟ انت ايه بس؟ خش بس، خش خش خش، انت هتعملنا فضايح. في موظفين بره. في ايه؟ عايزه تتخانقي معايا قدام الناس؟ بلاش فضايح. انت عايز ايه بالظبط؟ انا عايز انا وانت ناخد وندي في الكلام. اصل انا حاسس كده ان بيني وبينك في حاجه كده. مش بيقولوا ان بين الناس بيبقى في كيمياء؟ او بيني وبينك بقى في معادله كيميائيه ولازم نحلها. قولي لي بقى، عليا فين؟ خرجت. خرجت مع مين؟ خرجت مع وسيم يتغدوا مع بعض. اه، اصل انا بصراحه بصمت للبت عليا دي بالعشره. دي طلعت شاطرة قوي، عرفت تشنكل الاتنين، شنكلت سمير على اليمين ووسيم على الشمال. دي لو طالت تشنكل الاتنين مع بعض مش هتقول لأ أبدا. إنما أنا طلعت خايبة، كنت فاكرة نفسي صايعة.
ايه ده، هو انت بتحبها؟ اصل انت لو تحبها تبقى عبيط قوي. اللي زي عليا دي ما تقعش غير واقفه، وتقع على واحد دفيان بالملايين. ملايين ايه؟ دي لو قدرت تتجوز الاتنين هتتجوزهم مع بعض. ايه ده، هو انت لسه قاعد؟ ما تقوم تروح تشوفها قاعده مع مين وتقفشها وتديها قلمين وتيجي. لا بقى، انا عايزك انت. انا كل ما اتفرج على الفيلم اللي صورناه مع بعض اقول هي دي هي دي. انت واحد واطي. يا انت لسه عارفه دلوقتي؟ ده انت فاهمك بطيء قوي. المهم سيبك بقى من الكلام بتاع عاليه ده، خلينا في البيزنس بقى، في الشغل المفيد. اهاب باشا ده ايه اخره؟ لا ما تستغربنيش، لعلمك بقى الحراميه والنصابين دول عندهم مثل عليا وقيم برضو. عندك انا مثلا لا يمكن اخون حد بشتغل معاه الا اذا زبلني او عمل معاه الا. بس ايهاب ده في الشغل راجل حلو. ده يبقى بقى ايه، نتكلم على المكشوف وعلى المفتشر ماشي؟ بس انا قلبي مش مرتاح لك من اخر مره. انا عارف ان قلبك الصغير لا يحتمل، بس انا يهمني قلبك قوي. تعرفي ان انا وابويا متعودين ناكل هنا من زمان، عشان كده تلاقي كل اللي في المطعم عارفيننا. بس المكان ده شكله غالي قوي، واضح انك متعود على عيشه مرفهه. يا بنت انت فاهمه غلط، انا بدير الشركه دي من صغري، وبعدين كل اللي في دماغي ان انا اديرها بشكل مختلف عن ابويا، لان هو بيعتمد في ادارته على صحابه والمعارف والعلاقات بالحكومه، والسياسه دي انا رافضها خالص في حياتي. بس ما هو اي شغل بيمشي كده بالعلاقات دي. اه لو انت بتعملي شغل كويس وبضمير وتعرفي ازاي تكسبي منه. انت عارفه المشكله عندنا ايه؟ المشكله ان احنا بنفكر بشكل مختلف عن العالم. الناس بره بتفكر تعمل شغل كويس ومحترم وبعدين تعرض الاسعار المناسبه ليها، انما احنا هنا بنفكر ازاي نكسب من قبل ما نفكر احنا هنقدم ايه اصلا. بس انا بتهيالي ان ده نظام موجود في كل العالم مش هنا بس. بص يا عليا، البيزنس في العالم كله ليه سكه وطريقه واحده عشان تكبري وانت مطمنه، والطريقه دي ممكن تضمن انك ما تقعيش، ممكن تكسبي قليل بس عمرك في حياتك ما تقعي. انا عارفه ان عندك مشاكل كتير قوي في الشركه. يا ده انا بدعي من ربنا يقف جنبي بس عشان احلها. انت عارفه يا عليا انا نفسي في ايه؟ نفسي يبقى عندي اخ اخت، ولاد عمي او ولاد خالي يشيلوا عني الحمل شويه. عارفه لو موجودين وشالوا مشاكل الشركه وقرفها كان زماني عشت حياتي بمفتاح دلوقتي. طب الحمد لله، احمد ربنا ما عندكش لا اخ ولا اخت ولا ولاد عم ولا ولاد خاله، كانوا هيشاركوك في الميراث وكمان هيشاركوك في اداره الشركه. ميراث ايه بس والتفاهات اللي انتوا بتقولوها دي؟ الفلوس مش كل حاجه عليها، في حاجات اهم كتير قوي من الفلوس. طبعا واحد زي حضرتك لازم يقول كده، لان عمر جيبك ما كان فاضي، عمرك ما حسيت بالحرمان، عمرك ما كنت عايز حاجه وما عملتهاش. يعني انت مثلا عمرك في يوم من الايام حسيت انك عايز حاجه وما عملتهاش؟ بالعكس اكيد بتعمل كل اللي نفسك فيه. مش صح طبعا، انا مثلا عمري ما عشت قصه حب في حياتي. قصص الحب بيعيشها الغني والفقير، بس الحرمان بيكون من نصيب الفقير اكتر. وانت ليه دايما جايه على الاغنيه كده؟ بالعكس انا ما اقصدش كده، كل حكايه ان انا بقول وجهه نظري. طيب بلاش، تعالى كده النادي اي واحد غلبان اساله، تتجوز واحده بتحبها ولا تاخد 10,000 جنيه؟ الحقيقه ان الحب حلو وكل الناس بتتمناه، بس الحياه مش كده، الحياه التزامات واحتياجات. الحب لو ما يجيش في الوقت المناسب يبقى ملوش اي لازمه. الحب عامل زي القطر اللي بتركبه وانت مسافر، لو ركبت القطر غلط ممكن ما توصلش للبلد اللي انت عايز تروحها، ممكن تتوه، ممكن ما تعرفش ترجع تاني. عليا انا جبتك هنا عشان اقول لك حاجه مهمه قوي. انا بصراحه قلقان منك، خصوصا بعد ما كلمت عمر. شوفي انا حد طيب وما عنديش فكره المؤامره، انا بصراحه معجب بيكي وانت تستاهلي اكتر من اللي انت فيه، انك انسانه جميله وذكيه ومجتهده، بس في تصرفاتك حاجه مش عاديه. هو في حد قال لحضرتك حاجه عني؟ لا خالص، ما حدش قال، ده احساس شخصي من جوايا يعني. هو حضرتك فهمت غلط، انا يمكن اكون فعلا عايزه اوصل لمكانه كبيره في الشركه وبشكل سريع، وممكن اكون زي ما قلنا من شويه ركبت القطر غلط، كان لازم اركب قطر اهدى شويه عشان اعرف اوصل اللي انا عايزاه.
احاول اكدب نفسي واقول ان انت صح. الو، ايه حصل امتى ده؟ في ايه؟ طيب طيب انا جاي، بابا نقلوه المستشفى.